حقيقة سعيد جدا بالحضور في هذا الحفل أو في هذا العرس الرياضي في هذا الفضاء الجميل، فضاء ديال المسرح عبد الحداد. طبعا نحن في مقاطعة ابن مكادا دأبنا على واحد التقليد سنوي الحمد لله ديال دعم الفرق الرياضية والجمعيات التي تشتغل في المجال الرياضي. طبعا هذا حرص من المقاطعة اللي دأبنا عليه، وبالمناسبة يعني استمرار حتى على التراكم السابق اللي كان في المجالس السابقة، الحمد لله كنحققوا واحد. طبعا حنا التوجه ديالنا في مقاطعة بينا كذا في هذا الاتجاه هو أن نحقق مجموعة من القيم، قيم ديال المساواة، قيم ديال الشفافية، قيم ديال المصداقية، وديال العدالة بين الجمعيات فيما بينهم. ولذلك غنلاحظوا بأنه حنا فتحنا المجال أمام جميع الجمعيات بطريقة معلنة في كل الوسائط الإلكترونية باش أنهم يوجهوا للاستفادة من الدعم العموم. ولذلك هذه السنة الحمد لله كان هناك واحد الارتفاع مضطرد ديال عدد الجمعيات اللي تقدمت طلب ديال الدعم اللوجستيكي، وطلع الدعم إلى 48 جمعية. طبعا 12 منهم جمعيات تشتغل يعني تنشط على مستوى الرياضة التنافسية، والباقي كاين هناك جمعيات تشتغل يا إما في المجال ديال فنون الحرب أو المجال ديال يعني الرياضة القاعدة إلى بين الشعوب. لذلك حنا من الاهداف ديالنا في هذه المقاطعه هو انه اولا نشجعوا هذه الجمعيات على انها تستمر في القيام بالادوار ديالها المهمه بالنسبه لنا، هو انها تتجنب واحد العدد ديال الاطفال وتلذذ الاكباد ديالنا في هذه المقاطعه، واللي كنعرفوها انها مقاطعه البنيه الديموغرافيه ديالها هي بنيه شابه. يعني الاشتغال في هذا المجال انا كنعتبره دائما انه عمل نضالي. كنوه بهذه المناسبة كل الجمعيات وكل النشطاء والفاعلين اللي كنشطوا مع هذيك الوليدات في الأحياء وفي الأزقة، فكنحييهم بهذه المناسبة. ولذلك احنا في هذا الاتجاه قلنا باش نساهموا في التوسيع ديال هذه القاعدة ديال الممارسة، وباش نساهموا في الرقي في التأهيل ديال هذه الممارسة الرياضية، ركزنا في الدعم اللوجستيكي على الادوات ديال التداري. كنعرفوا الاهميه ديالها خصوصا الاخوان دابا الان اللي يعني كيشتغلوا مع الوليدات الصغار، هما في حاجه ماسه الى مثل هذه التمارين الرياضيه اللي كتكون يعني الوليدات ديالنا كيكونوا في حاجه اليها. لذلك الدعم ديالنا غيكون كيصب هذا الاتجاه باش نساهموا في لارتقاء الممارسه الرياضيه الى واحد المستوى اللي يجعل ان شاء الله. انا جد متفائل بالمناسبه بهذه المدينه العزيزه. صحيح مرينا من على مستوى البنيه التحتيه وعلى عده مستويات، كاين مجموعه ديال الاكراهات كانت كتعيقنا، ولكن الحمد لله بفضل التضافر ديال الجهود ديالنا جميعا، جماعه ومقاطعه ومؤسسات اخرى يعني حكوميه وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل كل كل الفاعلين اللي كيشتغلوا في هذا الميدان، يعني بالتضافر ديالنا جميعا يمكن ان شاء الله انه المدينه ديالنا ترقى الى مستقبل افضل، ويمكن انه الناشئه ديالنا ان شاء الله يستفدوا من يعني من افضل يعني الطرق والمناهج ديال الدعم. لذلك حنايا كما لاحظوا انه خصصنا دعم خاص بالنسبة للفرق المنضوية تحت لواء العصبة، ويمكن هذا غير واحد الشونتيو ماشي كامل. علاش اهتمينا بهذه الفرق؟ لأن كنعرفوا أن عنده استحقاقات أسبوعية، ونيت عندنا واحد التراكم إيجابي مع هذا الفرق الرياضية، لأنه فتحنا واحد المجال ديال التشاور ديال التشارك، واحد المقاربة التشاركية اللي كنهجوها معاهم، واللي بالمناسبة يعني اثمرت واحد التراكم ايجابي. فتحنا الباب للتقييم ديالهم والامور اللي ممكن انها تجود من الخدمات اللي كنقدموها. الحمد لله ان وصلنا لهذا المستوى، لا اقول انه وصلنا لشي مستوى اللي راضيين عليه، ولكن نقول بانه يمكن ان شاء الله نقولوا انه الحمد لله نحن في يعني في خط تصاعدي في تطور مستمر.
إذن حتى لا أقيل عليكم والمقابلة ديال المنتخب الوطني كتنتظرنا، كنتمنى أنه تكون هذه خطوة فاهم من جهتنا باش أنها على الأقل تحافظ على أن هذه الجمعية تكون الوظائف ديالهم الأساسية. وبهذه المناسبة كنحيي كل الوجوه الرياضية اللي جات كضيوف عندنا في هذه المناسبة، كنحييهم على الحضور ديالهم، ويعني من وجوه رياضية ووجوه على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي، كنحييهم بهذه المناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.